شخص رائع جدا، هي رفيقتي وصديقتي، رفيقتي في السجن، رفيقتي في الحياة، معلمتي الأولى، وطني الأول ووطني الأخير. لنا لقاء، أنا إنسان مؤمن مسلم، سأمشي على دربها ويكون لنا لقاء. كان بيننا وعد أن أنام في حضنها، لكن الوطن هو الأم الأولى، وأمي هي معلمتي الأولى، علمتني معنى الوطن. أمي جاءتني قبل الإفراج بليل ومسدت على شعري ومسدت على وجنتي وأوصتني ما أوصتني وقالت لي ما قالت لي. التففت على الجميع وذهبت إلى خالتي ورأيت في بخالتي أمي، وأخذت وردتين من خالتي من جنانة خالتي حطيتهم لأمي. البلد هي جزء من أمي، أمي الحضن الأول ونابلس عاصمتي الأولى. ما دام في أمي كان أكيد رح يكون جميل. الأم الفلسطينية هي العدو الأول للصهيونية لأنها المدرسة. أنا أمي ألتقي بها بكل يوم، لقائي بأمي كل يوم كل ليلة. أمي جزء مني، جزء منها. التقينا كتير وبالأحلام التقينا وفي الحياة منلتقي، وبعد الحياة سنلتقي وسيكون لنا لقاء. سأعمل جهدي لأصل إلى مرتبتها. أمي إنسانة رائعة جدا، إنسانة مؤمنة، إنسانة قدمت مع والدي سنوات عمرها في السجون، قدمت معي ومع إخوتي والحمد لله، ودائما كانت حاضنة لي ومعلمتي ومدربتي على الحياة. أنا ما كنت وما سأكون هو أمي. الحجة فاطمة أم حسين عايشة فينا. أنا مش بتطلع على قبر، أمي مش حجر، أمي نبع محبة وحنان لم يتوقف وسيبقى. رسالة محبة من قبر أمي إلى أمهات غزة ولا أطفال غزة، من قلب الحنان نهدي المحبة إلى غزة.